قرطبي. قرطبي انا خويا خدم عند قرطبي. انا خدم عند قرطبي. انا نسي بيك انا رحالي بجوتي. الله يبارك فيك. خويا حسيسنا راهم معنا جماعة من المدية دق فرصهم الله يبارك عليهم. نقول لكم مرحبا بكم خويا العزيز. الله يبارك فيك لك وهلا خويا العزيز. واش نقول لكم في لمتنا راهم جماعة؟ واش تقول لهم خويا العزيز؟ انتم اللي زانفيتي بيان سور. يا خويا صافي فريزير، رانا مع شيخ حسيسن اليوم ورانا مع لمتنا اليوم مع شيخ عبد الكريم مع الحبايب مالي. الله غير صافي فريزير. الله يسلمك بليزير. هذا وليد شيخ البلاد، هذا شيخ مشنوعة، وليد الحاج مشنوعة معروف وغني عن التعريف. ورا خويا شيخ رضوان بالبيجا ثاني كذا وليد معروف يا حسرة. الله الله عليكم. مع ولاد الزاير وراك المسجد سبير وين شيخ الدواخ رحمه الله. وين تعلموا مع الرجال ودوك دخلت نشوفهم كي كمال كي دحمان ما كاش خرج خاوة هما كنا نسمعوا ونشوفوا كي شوية لا نتمتعوا معاهم ولا كي يكونوا هما صح. السلام ورحمة الله. نحب نسمعهم وباش نحكي عليه أنا يعني جوز مع الشيخ ثاني الله يرحمه. صح ما نحبش نحكي ولا نقول لكم السلام عليكم جماعتنا كاع اللي راكم معنا بيان سور. انا صارت مع حتي اللي جو عندي واحد تصور معاه والشيخ الله يرحمه مالي جا من الحج هو شيخ الحوات عمي سعيد ربح بالنيكي يا حصراه. عنده حكايات خويا حسيس انه هادو قصة وحكايات. اه هادو هما اللي يقول له شيخ حبيت نبكي من عيني نشوف دمعات هاد الدنيا قلبي معاك قصة وحكايات. نحكي دوك الرجال معاهم تعلمت وقريت وحكيت حكايات وسمعت منهم بالتبات. اش نحكي لك يا ابو زرينا غمض عينيك يطلع النهار تعرف الحكايات. السلام ورحمة الله. انا حبيت نبكي من عيني نشوف دمعات. خويا ناس علاش نبكي؟ بكيت البارح خو. بكيت البارح. وي بكيت. هذه هي الحكاية. الناس بزاف ولات تدير عيد العام اختار في العام يدي لي ماه وردة. ها؟ ها؟ انا قلت لهم هذا هو الزمن المقلوب لي ولا العيد. داروا له حكاية الحب زادوا له وردة وهذا هو الميمة. وانا ميمتي عندي فيها بين الجو والكبدة. حكاية كبيرة. لو كان نعطي لها عمري وفيها قليلة. يونس زواوي راه يسلم على حسين مشنوعة. الله الله راه يسلم عليك يونس زواوي مشنوعة. مولودية قال لك فيها 95 شاهد من الكبار. نعم. وفهم يا الفاهم. نعم. كيف؟ ايه ومن بعد. دوك انا حبيت نسمع. هذا شو هذا شرق وغرب شمال وجنوب. تسمع. حتى البلجي مختار. وهذا كامل فرحاني يا. هكذا. اه. وليد الرشيد قول له انت يا. وليد الرشيد كامل. اسمع مدية قالت كانت عندها ايكيب العزيز. اه سلام عليكم. بون اليوم اللي راه معروض هذا ماشي معروض راه فيه دارو وشوف وين راهو خويا العزيز. عزبه بجامع سابير هنا تديوها للمدية تقول لهم ها وشيخ محمد الدواخ رحمه الله وين استقر وين كان المقر. كان حبيب الشيخ اسكندر. ياك بزاف. شيخ الفضيل اسكندر. بزاف شيوخه بزاف شيوخه هنا شيخ محمد شارب. شيخ الطاهر الله يرحمه. شيخ زحلو اذكر ورحم الله يرحمه بيرحمه الله. شيخ ابو الحفص يا ودي اذكر ورحم. اذكر ورحم. عندنا رجال في هذا الحي. علاش هنا كي نقول لهم انا يا هذا الحي المستور كما يقولوا كلمه المحروسه. باش محروسه؟ محروسه بالمساجد والاولياء والصلاح. نعم ناس برك ما تمرش وماشي فاهمه. هذه وي ناس تكلم تقول لك انا وليد القصبه. واش موليدة وري لك وقت تاع يماك وري لي واش مكانت نهار لي سيداتك. المرا عاقرة. بصح ربات رجال. ربات رجال. جميع اللي زاد هنا يتربى بلا مزيد وشوف وين راك قاعد حبيبي. الله يبارك. هنا تقدر تقول كلمة دونية. ما تقدرش. نحسب عليك بألف كتاب على دارك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عسلامة محمد. الله يبارك فيك. فكتو شيوخك كاع كبار ويحبونا.
نوردين زحاف خويا لازيز. ما تكرمش لا جابيل انت محمد. تكرم في الجازوز ها. يا سيسر 95 شاهد واحد واش قال لي؟ قال لي مجاهد نور الدين زحاف. زعاف. نور الدين الله يرحمه ولا الله يشفيه. اتحاد العاصمة خويا هذا وين كنت مع اتحاد العاصمة عرباجي و. أربعة ايه. ايه شيخنا. يا حسرة هادو ما قاعد زير القديمة. يا حسره كامل فرحاني بنت مزغنا راه معنا بنت مزغنا بنت القصبه اللي راهم على بالك راهم عايشين لها خويا العزيز وقلبهم هنا خويا حسيسن اي قولهم لو كان تعرفوا قولوا هنا راهو معاكم كاع تما هكذا خويا لو كان عندنا ليبي في القلب دوك نبعثوا يروح يسافر تحت تما هكذا خويا راه معنا صوفيا سوسو الله الله عليكم امين سلام عليكم خويا الكلمه لخونا يوسف درق فرصام خويا العزيز واش راك تحس لهنا كي جيت للجامع لا بريمير فوا جيت خويا هنا الجامع لا بريمير فوا جيت وي وشفت شكون كان لهنا يا خويا العزيز واش راك حاس خويا العزيز والله غير نقول لك حاجه يا احساس ديجا كي دخلت من تحت هكذا كي بدينا طالعين ديجا حسيت بواحد الاحساس اللي تتفكر صح تتفكر باللي هذه البلاصه هذه خرجت رجال وصح محروسه نعم محروسه كما قال شيخ حسين والائمه تاعها والشيوخ تاعها نعم وين التاريخ هذه التاريخ علي لابوان الله يرحمه التاريخ علي لابوان هاك شوف تاريخ طالع حافظ منا كاين هنا واحد البيسري الله يرحمه ويمسح عليه عمي سعيد مول الحلوه ما كانش صغير ما شراش عليه الحلوه هاي غير هنا تحت الله يرحمه كان يخبي له الدوزه نتاعو داخل بقالة هذيك تاع يديروا بها الزيت. اه. كاش يقولوا قول لها هذيك. اه. لافامي بوران وين جايه؟ هاي قدامك. في الباب تاعهم. هم دخلوا. معك لافامي بوران. قال لك اون فاس دي لا موسكي. اه هاي اللي كايرين. هاي دار بوران. هاي داركم قول له. هاي داركم. او مشنوعة. ها وليك مشنوعة. يا دار بوران. رزقي ولا ربع او اعمرها تاكل عبد الرحمن امين 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 ايه راهو معاك ناس لندن خويا العزيز جماعت هنا هكذا باش نفهموهم باللي كاين واحد العقليه اللي راهي تدور خويا العزيز باللي لمت هنا ودق فرصام واللي قالوا بكاع سي لالجيري خويا العزيز حنا جزائريين لا لا خويا العزيز في اناء واحد خويا هذه هي حسيسن قال لك الجزائر ماشي عاقره لا حنا تكلمنا عن المحروسه اه وكي تتكلم عن الجزائر تكلم عن الجزيره وتكلم ماشي قال بلاد صغيره راك تتكلم على قاره وكي تهضر على قاره واش تقول لها قول لها شحال شرق وغرب شمال وجنوب ودير لها الحساب شحال قد الصحراء وشحال قد الجبال وتلون الصحراء الله الله عليكم لي زابيتون دو لا كاسبا تري ريسبكتيو اي بنت دون تي لا با وتي لا الي الي لا با بنت مزغنا عبدو خويا العزيز ميلانيستا قال لك السلام عليكم رفيق بان راه معاك الناس مديه خويا قال لك راكم شرفتونا الله يبارك عليكم خويا العزيز الله الله هذا هو يوسف اللي موافي اورغانيزي الحفله تاع دق فرصه ونروحوا لعندو ان شاء الله خويا حسيسن وراح يورينا واش قلت لي واش نوري لكم؟ روحوا لدار البيات. اه. دار الامير عبد القادر. دار الامير عبد القادر. اه. دار السبيطار هذه اللي تورناو فيها هكذا. دار السبيطار. دار السبيطار اللي تورناو فيها بزاف. فلافوار. في قسنطينة. فلافوار. فلافوار يا سي رضوان. فلافوار يا سي رضوان. الحريق. فلافوار. ومن بعد عاود نحيه بيدك. حسن بوران باسمو حسن بوران حسن حسن بوران ما كاش خويا فطومه بياكر السلام عليكم خير وزايع عسلامة قصات خويا زيد يا شيخ زيد شيخ حسين ربي يحفظوا الناس باتنا مع خويا العزيز السلام عليكم دو باري ربي يحفظكم شيخ حسين وجماعتنا الناس مديه قالوا لكم راكم في داركم الله يسلمك صوفيان خويا تبارك الله الجزائر البيضاء امين اوب قال لك لافامي عماره جيستون فاس عمارة كاينة عمرنا عمارة خويا عمرنا عمارة مايوركا خويا العزيز عم يسلموا عليك خويا العزيز حياهم الله مايوركا ومنهم تما خويا بشير
شوف عباك واش قال لك الزاوي، قال خويا عسيس ناحيه لنا ضيقه الخاطر، وحسين وحسين راهم يسلموا عليه ناسيونال غاز تاع رويسو. الله يبارك فيك. الله يشوفك. هاولي. هاولي كاع حسين. اصبح على الله روتريت لنا تو بدات الخدمه فهمهم. نحري كل بلد في اليمين. نسلم عليك. تليفون في البريفي باش ندوز لك. يوسف قال لك فنان سلم عليه. الله يسلمك الله يسلمك يعطيك الصحة خويا العزيز. هذا أرون أضام قال لك فنان خويا العزيز. أصيل أصيل قالت لكم الله يبارك على القصبة العزيزة. فارد الغواطي خويا العزيز. بن علي بن أنشادي. إيه الغواطي. هي الهادي. هي الهادي. راشد قاسي. راكو زايتونا نوبخون بوكو أفيك فو تبارك الله عليكم. صديق وعزيب. يا صديق وعزيب هو يوسف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أباك صديق وعزيب. صديق. تحياتنا صديق. شيخ حسيسان جمال بلايد هذاك تاع مدية. أنا هميه. هدير يزور حومة الشيخ، هديه يزور حومة الشيخ محبوباتي. أنا هميه كاينة. محبوباتي. ويديني نزورها هنا ومن بعد كيجي مدية نديه يزورها لك. فوالا شتو بلي كاين تاريخ هنا ولا. آه وي هنا ولا. ما كانش هدي هنا خير من هنا، الزوج من هنا. صديق وعزيب ربي يحفظكم. محمد يا شيخ كي نسمعك نترشق يا شيخ حسيسن. خليني نروح اخويا خليني نروح، راهي ولات على بالك. اي كريفه يا محينك دوك نديرو بها سبردينا ونبيعوها في السوق. اصبع عائلة جوز يا مسلموا عليك. الله يسلمك. مبارك السلام عليكم. نور الدين ياسين من حصير مل. نونو ديما معاكم. حسن كركاش تاع الفهمو. قال لك القصبة والقبة، تعرفوا حسن كركاش؟ تعرف هما المهبلة هذا المهبلة، وين راك يا خو ما تسقسي على خوك ما والو والو. أمين هوب الحبيب سيدي ما فامي ربي يرحمه الحبيب. الله يرحمه. إيه يا الحبيب. حسيسن خونا سادو عزيز. يا حسيسن المدية فيها بزاف يا خو. تاريخ. احكي لي خويا لازم احكي لي. مدية مدية ومدينة كبيرة فيها خير كبير وعلماء وفيها واش تحب كي تطلع على راس الجبل تبان الدنيا والجزائر واش تكون. ما تسمحش بالودن لازم تكون سير بلاص. ما يحكولكش على مدية لازم تدخلها. نعم تشوف صورة ثم تسمع الهضرة واش كاين. رايحين يشارعوني. انا اللي شارعوني هنا في الصبر العلماء ما شارعونيش برك في لوني ولا في لاهاي. صح اخويا نقول لك راهم معاك ناس لوس انجلوس كاليفورنيا اخويا العزيز. ايه يا قولي برك ولا دخل زيان. زيان ولا دخل. يا زيان وراك خويا العزيز لوك يدخل زيان. شوف بنت مزغنا واش قالت لك. جو سوي لابا شيخنا مي مون كور اي مون سون سون توجور الجيريا اي جادور مون الجيري. تيلمون فوزات ادورابل توجور لوبيا. الله الله في طوما بيكير سلام الناس جماعه. جماعه نصارى. يحيى القصبه والعقيبه رشيد امينوب ربح بوران جيتو الفصل يا خويا عيد حمان وي. ربح بوران. قصاد محمد المدينه عاصمه الطيطري. مدية عاصمة الطيطري. مدية يقول له المدية هدية. ايه جات وليا نديها غير هي. اه يا خويا يوسف عاودها لي خويا العزيز عاودها لي. هدية هدية. وكان جات وليا نديها غير هي. ولا ديتها غير هي من البداية يا خو. يا بو زرينا. انا ما انسى بي خو. صح انت رحت بيه. وعلا؟ وعلا؟ هدية المدية هديتها بلاش أهل المثقفة ما عيش بين زين وتاعو ومتاع الدنيا. راهي أرضو بها راهي أرضو بها خيرات كبار يا معينك. أغرس يمبد اللي ترمي بها ينوض خير. الله الله واش بيك أنت؟ عندك حسيس وين تروح كذلك وردي جاية كيف كيف تروح ل ل ل وين تروح كذلك وردي قسنطينه كيف كيف تاريخ مدية تاريخ بجايات يا بو زرينا. بو زرينا لبعتو الاسلام البن في جنبو نير باريز وادريس. يلحقوا له لا شيء يعيطوا لك يقول لك ملحقوا لنا يا خو. الله يبارك عليكم. تواتي لا فامي تواتي قال لك القصبه بير جباح خويا العزيز والمولوديه. راهم جماعه جمال بير جباح قال لك بيان لو بونجور دازفون لا كاسبا سومور اون سيلونس.
كونك سبع وهبط لي على الزهر قول علي كونك سبع بالزهر هبط لك سبع الزهر عزيز خويا الجواوي قال لك رحم بعدها قال لك الجواوي يخدم من القبيل رحموا عليه الله يرحمه وي عبد القادر الجواوي شاعر وي شيخ محمد الطولي قالوا لك ميكان صح فيها الزين خويا المديه خويا لازم شتو واش داني المديه واش داك يا مغرور شبح حسيسه قال لك شبح القصبه ربي يجعل لك كي سبع تضرب تصرع وتسلك تمنع شوف معاه الزمان يقولوا السباح صح واحد العجوزه خلعته وقالت له يسبح السباح مسح يا خساره في المطيح واحد الزعكه زربر هكذا وبركه شوف هذا عطاها لي طويله قال لك شيخ حسيسن يطلق عسل الشهده من داك الفم مي كاين لي يدوق وكاين لي مغلوق هاد الشراب له اوالي لا يدوق منه هو الا من فاهم المعاني ويكون بواسطه الله الله عليك شوف خويا كريمو كاين تيساجي تاع الشيخ تسجيله تاع الشيخ العنقه الله يرحمه ما داروش منهم الوفاه وتسجيل من المفقود يوسف راهو عنده الخبر وين خادم الوفاه خادمها ستي لا بريمير فوا خدمها في المديه نعم من هذاك الوقت مات انسان مات انسان من عائله العريس العريس وخدمها بلا وطار جاو ليه قالوا له شيخ قالوا له يا ودي فوالا فوالا عندنا وفاه وكذا وكذا ثم خدم لهم الوفاه وخدمها بلا وطار أسيد عاصمة الحماديين قال لكم السلام عليكم بجاية بجاية رامي رامي أبو بكر نعنم قال لك يا عبد الكريم أنت وحسيس تحكيو مليح ما نقدروش نروح وشوف معاه يا حسيس صافي أن كرون بليزير دو فوار سا طارق حموش مروان سلم لي على حسيس العزيز الغالي وحسين مشينو عاوني ولاد عودنا العزيز ربي ينوركم مروان مروان تاع بني مستوش مروان لا بني مستوش شوف نوستالجي قال لك سلام جي ابي تي سي دي بيش il me manque beaucoup الحومه ان في اي كونيسون je pense بوشاقور لا فامي بوشاقور لا فامي بنزينة راهو معنا تبارك الله عليكم ميم وا مون بابا اي اوريجينال دو مديا سونتر بنت مزغنه هادو عايشين لي زيميغري ديالنا انا مدياسون سبع شارف في لاكاسبا سبع شارف لاكاسبا قال لك راه شارف ايه يا عزيز نحكي بلي وخليني نروح الله الله دي شهاده بنت مزغنا قال لك يسون مانيفيك لي جون دو مديا الله يبارك الله يرفع قدرك ان شاء الله 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 راكم فرحتوني اليوم حسيس وليد خالك محمد سيدور راهم يسال عليك بزاف يا حسن الله يعطيك الخير يا محمد ويصحبك عزيزة كابور خويا كريمو انا راهي راني خدام بصح شاك فوا غير نشوف الديرك نخلي الخدمه يا دوك يحاوزوه لا لا قول له خدم يا ولدي خدم يا حبيبي خدم خلينا برنودو حسن كعوان ربي يرحمه الله يرحمه سي بارمي فري فوا تقول لي عمقا سي لو سول تقول لي حتى واحد اخويا حسن كعوان تسمع له لا لا اسمعي كل زريبات زريبات فوالا جماعتنا جعفر من الدرب خدمها في الرمالي قال لك في الرمالي ثقافة عامة راهي خويا لمتنا تعجبني لمتنا خويا العزيز حكي مليح عبد الحليم لالوي ان كرون بورجو دو قليعة راكم تنحيو الغمة الله يسلمك تارك خويا العزيز سلام دو فلورونس خويا العزيز كش ما عندك فلورونس تماك حسيس ايه يا فلورونس ما فهمي حموش جعفر مردف قل له وليد بلادي خدمها في رمالي هادو الناس مديا اللي راهم معاك مردف حبيبنا هذا فوالا او حبيبنا ما وريناش خويا العزيز الناس مديا اون برانسيب خويا العزيز امينو بحومه كامل بريمر الله يرحمه نيرمو مصطفى سلام من ايوا صراحين يشرعوا لك خويا السلام عليكم الله الله عليكم نينا خليل السلام عليكم جماعتنا خويا كاين انسان من بوفاريك واسمه عمر النوري اللي ديرونجيستر مود الحاج محمد العنقه
il faut le contacter il a dit les enregistrements privés avec son père الله يرحمه بعد يا اخو بعد بعد انا جاي قال لك حبيبنا هذا محرضه تعرفونا بالحب انت كما يقولوا اهلو مكه درا به شي حاجه فوالا اخويا العزيز حبيبي قول لهم شكون شيخ رضوان شيخ رضوان جماعتنا شيخ رضوان هذا عنده حكايه ومن بعد نحكيوها باسكو هذا حكايته ما تخلاش ما تخلاش هذا دا برومي بري خويا العزيز وحكي مليح مليح احكي لي عليه شويه ودا مع رشيد بلالي برومي بري ايه نعم وهذا في وقت اللي كان عزيز الله يشافيه ويعافيه اه كان معاه يقول لك عزيز الشيخ الله الله شوف واش قال لك تاري قال لك يما بنت كوديا لا فاميل والناس كريم وحسيسن سيتي كروند ايستوار ربي يحفظكم الله يسلمك اللي فري ولاد البلاد يونس زواويس انا بوزرينا نترحموا على موح والحاج تاع سكاله العزيز موح والحاج حياة خلوفي ناس باري بونجورني واتو تري في فالالجيري ليلي دينو عمي حسيسن ربي يطول في عمرك يا رب الله لا عليكم عمي حسيسن في لمتنا ضربوا له تما خويا كريبو واش نضرب له يا ما فهمتش انا خالد خويا سلام عليكم عبد الله خويا ازولاسيون شنو هادو ازولاسيون ازول في الاول تما دايرها على بالك راه معاك ناس في لوند خويا عبد العزيز مخان سلام خويا حسيسن قصاد يا شيخ رشقنا شويه رشقنا شويه قال لك يا شيخ وهي بابا وهذاك الدوق اللي جا من الاخر خويا من ناس مدية خويا راه باك الشون كيفاش راهو يطلع خو الله الله عليكم او يجري وراهم يجريو جماعتنا الله الله وين هادي من فضلك بدات وين جايه هادي جامع سفير عبد الله حدو ولاد الحومه ابو بكر نعمنام احكي مليح احكي ولنا عند قال لك حكيو لنا على عبد الرزاق بوقطايه ربي يرحمه عمي رزقي الله قل له قطعت يديها بيدي فهمه قطعت يدي بيدي بيدي شكون هذا يا اخو عادل لا شوف معاه سير فو بلي مسيو بوزرينا دوموندي سيتوم سير كوني لا فامي العزيز ناس مديه انا قال لك سيل فو بلي مسيو بوزيرا دوموندي ا سي توم يوسف سيل كوني لا فامي تشيكو سي تان نو تري كوني ا ميديا لا فامي تشيكو تشيكو شريف تشيكو خالي الحمد لله راكي طحتي مع لا فامي تشيكو ها شريف تشيكو مول البازار تاع البازار بازار بن تشيكو اللي جا في الصفر تاع مديا هذاك خال بابا الله الله شوفي محمد الطبيب عبد العزيز الطبيب وكولاد خالي اسماعيل خويا اسلام اخويا نجي نشوفك ان شاء الله هاو جاي لهنايا ان شاء الله امين سيتو بلي ليفري ولاد القصبه دو اصفون لاري كليبر الكابون واش قال لي وقفي هكا مدا ما فهمتش علي بوشاشي جادور سات اكسون بيرمون الجيروا بون كونتينياسيون مروان خويا الناس ملاح بزاف تاع مديه يعطيك الصحه خويا كريم وهادو جماعتنا عمي حسين الله يبارك عمر ميمي سلم لنا على يوسف وامين عمر ميمي ايه عمر ميمي سلم على امي محمد قال لك اصبروا على باباه الله يرحمه امين غير كيما توفى باباه عنده كان زوج الله يرحمه خويا العزيز الله يرحمه اترحموا جماعه ترحموا عليه فواسي لو نيميرو تاع قدو منو ملاه انا جبنا النيميرو تاع سيدنا اللي راه يمد لنا الخزنه تاع العنقه اللي راه مخبيه عنده ايوا كلمه كلمه ها العزيز طلبوا الشيف فولا جمال يحيوي ايه جمال كدو ايه الله يرفع عليه المرض هذا ان شاء الله ان شاء الله كدو 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 ربي يرحمه نخدم مع رضوان محسيسه الله الله خالد خليك يخصكم سني ولا تاي راه شمزال السلام عليكم اخينا الله كناري ابراهيم نادر السلام عليكم اسلام اخويا اصيل اصيل الله الله عليكم يا ناس لما وشام سلم لي الحال عمو حسيسن عمو حسيسن وحكي مليح لا فامي نقازي عندكم
الكازي كابلا كابلا وي الكازي فوالا عمي سعيد البيسري عمي سعيد البيسري وي جاي يا سيس نوري داليكسوندر اوف طلع هذيك باش نخرجوا لا وين درت وين درت وين درت مع بيك وين دخلت على داك القصير خويا حسين سلم لي على خوك بشير بزاف بزاف واش قال لك حسين حسين قال لك ولاد البلاد تاع الصح قادوا حبيبات وما عنده حتى بلاد اصل القصبه اب عن جد وام اصفون دخلوا للقصبه مع الدخول المستثمر الفرنسي اصل سكان القصبه عرب وحديث القصياس ديرويز سي كي ليفري ولاد القصبه جو فو سافور لي برومي كي سون رونتري ا لا كاسبا سي كونت وي وي لايو من زيت السلام عليكم حسين بلال طيار عسلامه خويا اصيل اصيل خويا العزيز 58 ولايه خويا القصبه 58 ولايه خوتي كيف فاق منامو لقى يدو في الصحراء ناصر الله يرحم المتواه الله يبارك فيكم كامل اسمع لي شوف هذا من داير حسيسن اسنج بنتك العزيزه راهي معك خو المانيا راهي معك خويا قال لك السلام عليكم خويا الله يدوم القعده ويطول عمرك بابا حسين ديما منور القعده بنتك انت المانيا توحشت حسيسن واش خو حسيسن قعد بيا واش أحسن أدعي لها من باب الجامع بنتي ربي يحفظ لها ويحفظ لها وليداتها إن شاء الله آمين يا رب تبقى الجريان الجريان ما بالك باباك الجريان وما كانش يقولوا ألمانيا دحماني كريم أسلم أخويا العزيز الكابون حسيسن جيب لنا والفي علاش مضى يا معينك كي تحكي على كابون الكابون تحت زيد حجي البركة وين حاولوا الكوستيمة القعدة زينة يا شيخ يا بوزينة نمشيو نتشاغل شوية نشوفوا لا كاسبا توفيق قال لك سلم على عمي حسيسن والشنع توفيق تو فا بيان انا عم لازم سعدوش قال لك السلام عليكم يرحم والديك سؤال نعم انا راني عارف الجواب قال لك هل شاركت في فيلم باب الواد سيتي انت اللي راك شاد التليفون شفت واحد اللي شبه لك هو هو بيرسون خويا هو بيرسون عبد الكريم بوزرينا اللي شارك في باب الواد سيتي فيلم باب الواد سيتي وعندي نوتر فيلم اسمه اوتر موند كانيت مع مرزاق العواش عاود تشوفوا وكاين فيلم كانيت انا راح نديرو ان شاء الله هاد الايام ما تخلوها لهم سيربريز جوز وليدي الورشه الخيام انا ميدو القصبه علي حداده سالم دو رومون قول يا خويا حسيسن شكون كان يبيع البطاطا حلوه افان متر دو سافير ايه الله يرحمه ولا غير هذا وين نهبطوا له نهبطوا له غير قدام دار بورا هايك عندك زوج درجات مغلوقه مغلوقه الاولين اللي دخلوا قصبه قال لك جواجل تفضل خو تحيه الباب جديد من صنوبر البحري عسلام اخويا عادل قال لك قل له جيب لنا يا دوشام تو فا بيان قال لك شناعة حسين تو فا بيان واش قول له خويا سلموا عليه جامع السفير تاعنا ها هو اللي قال لك ورينا الجامع الله يبارك فيه ها هو الجامع بون نمشيو لها شويه نمشيو لها سيسن نمشيو لها باش ما نبقاوش بلاصه وحده حاجه كنز كبير وما يو لوكازيون باش نتحدثوا عند جامع سفير اي سي با دوني على امبورتو كي باش يتكلم عن باب بيت الله دونك شجازو ولي دخل دوكا وقلت له عسلامه خويا مصطفى الخضاري ثلاثه خوت الله يرحمهم ويصح عليهم شهداء علي وعمر وبو عدم ثلاثه شهداء الله يرحمهم الله عباكم بريمي لوف وتكوب هذا دوزيام لايف هكذا والله تكوب الاول كلام زاوية تريتا هكذا وانا راني مع راني مع تلميذ تاعي مع النقلي وراه تلميذ ديالي يا خويا العزيز وحبيبو نتاع الصغور هذايا نحكي لك واحد الحكاية احكي لي كنت واحد القصة يحلل فيا يا كان ذاك النهار رايح مع شاعو صالة حلت جديدة تاع كيطاني وانا معروض لي في جهة أخرى وقيلة في
واد الرمان. اه وتجي معايا تجي كيفاش انا صاحبك انت خويا زعما يا رضوان خاف ربي دي هاك دي المانيطو دي الخيوط دي المنطول دي كلش بعد لي انا معرضيني غير كيما تاع الرجال قال لي ما تجيش قلت له ما نجيش قال لي اشبع ليها جا رايح شوف ذاك الوعد من ورا شفت يا العزيز دار اكسيدون مورتال في الكوما هو في الكوما واش يدير غير فطن مع طبيب اللي قالوا ما خلاص خليه دوك الراجل وبدا يفطن كيف فطن واش يقول للطبيب قالوا وين راح حسين يمه تبكي الله يرحمها خالتي فطومة قالت له حسين ما جاش معاك يا رضوان هاك رحت وحدك حسين راه معاك حكيم بطاش خويا قال لك ربي يحفظك خويا حسين واش تقول له عطي له وحده الحكيم بطاش خويا يا بطاش واش نقول لك يا مناش يا مناش حكينا بزاف واليوم راك ما كاش كي نتلاقاو في اصفون نحكيو لك علاش الله شرد عليك الله شرد عليك كان سوا نروح كان سوا نروح بقي من نوتني قال لك والله نحبك يا حسيس الله يحبك الله يا بطاش واش غنقول لك الكل نورمالمون تجي تالونسي روحك والي داجي ماشي ديبي قريب ان شاء الله قول له هيا 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 الارواح نديروك والي داجي بالقصبه بالقصبه واش بيك انت يا خويا العزيز من القصبه هضره زينه خويا العزيز عمر بخاري اسلم اخويا نادر خويا اسلم العزيز الغالي ما بقات لناش ما عنديش بون راح تموت لاباتري راسك راح تحبس سيدي محمد شريف لازم توريه اه وي سيدي محمد شريف محمد شريف الزهار وراهو هاهم قبلك عند العين راه معاك لافامي اسكندراني قال لك برافو خويا قولها باباك زايد بلا ريكاتي ايه رانا قريب ليها من شور لا غوش نحبطوا لها بصح دوكا حنا رايحين العين تاع سيدي محمد شريف اه وي شريف محمد شريف وهو المسجد هذا صلى الله عليه حسين هاي ديك العين سيدي محمد شريف وهو وين علي لابونت خلاص باطو كان يقرا له فيها عمر البتي زعما يا هنايا ايه وراه طيب شليل عليه اخويا باش نوري لهم العين اه حي ما كاش الماء ما كاش الماء سبحان الله هذاك اللي قال لهم الماء تاع لاصوص هي الماء تاع الدوله اخو لا لا كانت ما تخش كاع الماء هنا بكري وي والله اخويا راني نشوف باللي لاباتيري راح تموت ما عندكم شارجور ولا كاش حتى واجب حسيسن واش نقول لهم خويا جمعتنا الناس مدي الله الله شرفونا اليوم الناس دق فرصه صافي ان كرون بليزير الله يبارك فيك هكذا بالجماعه باش نقول لكم حنا خاوه خاوه وكما هما راهم يحوسوا على التاريخ ديالهم هنا في الجزائر حنا قالت انا رايحين لمديه قالت خويا لازم نزيدوا نفهموا مليح 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 احكي مليح والجزائر مليحه اه مليح بالجزائر 48 ولايه هنا في لاكاس بلجيكا الله الله راه معاك ناس لبلجيك ناس الالمان جمعتنا راكم كاع هنا لاباتيري راح تموت يا خويا اسمعوا هي راح تموت دوك نحيوها نعطوها بكاس ما دوك نطلعوها الفوق عند عثمان ولا عند محيود وتطلع من بعد نقصروا معكم شويه يا جماعه هاي يا جماعه واش نقولوا لهم نقولوا لهم سالو ا توت الاور سي سي بوسيبل تاخذوا 5 مينوت اون فا ريبوند يتبع الله يتبع بيان سور اي بار ايبيسود ماشي يتبع بدراهم فهموا حنا زيرو دينار اي سي كي بو ابروند يفو كومبروند راه معاك لا فامي بوزرينا خويا يوسف بوزرينا واش الله يبارك هي بوزرينا اخويا واش تقول على بوزرينا معروفين في الجهاد وفي التاريخ وفي لا فامي بوزرينا ونحيي خويا ناصر بوزرينا العزيز ربي يشافيه ربي يشافيه يا ناصر ارواح خويا العزيز ارواح ارواح وانا اخوك حسين ارواح تبرا خويا باذن الله وبون نحيي لا فامي ايت موسى نعظموا لهم الاجر على خويا رشيد ربي يرحمه ربي يرحمه خويا الله يرحمه ويصح عليه ونحيوا لافامي بن كانو الحاج كمال الشريف مرزاق الهادي مراد ولافامي كامل ولافامي قاسب لافامي تحماني لافامي غريب وبدات تطلع من الصحاولة وروح ليك يا رب الله غالب خليني نروح خليني نروح راني معذب العقل غاب والقلب مجروح ماني حاب نبكي وتحت معاتي انا خديت شتفه في هادي يعني يا رب ناس قسنطينا شوف تحلالي تحلالي كلمة القسنطينة كانت تفكر ذاك الزمان قصدنا قسنطينة ورحنا ديك المدينة في سيدي مبروك قلنا شحال من خطرة وراه الجوزية بالعسل حر يا خويا يا خويا عثمان يا عثمان شوف انا ما نهضر بقبيلك وتما واسمه بوعلم عبازة عبازة
سي بيان نورمال كون جيت وحبطت انا نسمعك تما. مازال غدوه نزيدو نروحو له. ان شاء الله. جماعتنا ناس مدية والخوة واش نقولوا لهم خويا العزيز؟ نقولوا لهم حياكم الله ونحيوا بلال مشنوعة وحبيب وعلي والمساغر حية وكل فامي بالبيجا مشنوعة وفاميليا ديالنا وبنتي في ألمانيا. يا محينك يا بنتي واش غنقول لك؟ بنتي وتبقاي بنتي أوي وما على بالي حتى واحد وما يقولوا لهم عنده يما عنده وحدة ألمانية يما ألمانية وراك المشكل ما على بالي حتى واحد ما بغيتش له ما ترابور بصح نقول لك حاجة خليني نروح يا خويا وبعد عمر بوجميرة ودخلت لهدد خليني يا عمر راك روطار يا محمد خليني نروح يا عمر لاباتي لي راهي تنقز وراهي تدمع جماعتنا نقول لكم الجزائر وما ادراك ما الجزائر حبه من حبه كاريه من كارياس واش اخترت بياسكم توجور الجزائر وما ادراك ما الجزائر حبه من حبه كاريه طلع من كاريه طلع البرج بحوري طلع الفوق ولا مازال وريده تما راهو من ويزي كارابير ورا وعقبها من تما شي او غلقه او فوالا جماعتنا نقول لكم المجد والخلود ملخر جماعتنا سلام.